تقول فكرة الرجل اللي كان الأخ الفاضل اللي كان بيشتكي من زوجته إنها يعني بتتطاول عليه بالشتم وبالسب وبتقول ألفاظ يعني، فبتقول إنها عندها نفس الحالة دي، إن عندها ابنها يعني بيعامل الزوجة معاملة طيبة جدا، لكن للأسف إنه هذه الزوجة يعني تسيء إلى الزوج وبتتطاول على الزوج بنفس الطريقة. طبعا يا ست نادية يعني زي ما دايما كنا بنذكر بما تعلمناه، احنا في النهاية هذه المعاني احنا بناخدها، الجواهر والآلاء النبوية دي في التوجيهات اللي من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والتوجيهات القرآنية، هذا النور من خلال الوحي الشريف لابد الإنسان يستمد منه النور عشان يعني يضيء له ظلمات هذه الحياة في أي درب في أي مكان أو في أي طريق بيسلكه الإنسان في حياته، وبيجد يعني مكدرات وبيجد أن الأمور ليست على الجادة والصواب، هو بيستلهم الأنوار من الوحي الشريف. وبالتالي المفترض أن أنا إحنا عندنا عند الاختيار الزوجة في المفترض أمور كثيرة إحنا بنراعيها عند اختيار الزوج للزوجة وعند اختيار الزوجة لزوجها، دي أمور إحنا يمكن ما بنفكرش فيها إلا بعد العقد وبعد الدخول، فبتبقى يعني الموضوع بيبقى فيه صعوبة لفكاك هذا العقد ومسألة السعي للطلاق ومسألة التطليق، فمثل هذه الأمور بيصعب. فهي الأمور في الحقيقة دوائر يعني كلها متصلة ببعضها البعض، المسألة بتبدأ عند الاختيار. طيب أنا أسأت الاختيار سواء الزوج أو الزوجة، طب كيف تكون الحياة بين زوجين واحد منهما أساء اختيار الثاني، أو ربما اختار الشخص اللي مش مناسب له أو لا يتناغم مع أفكاره مع مشاعره مع حياته، طب إيه الوضع؟ نتعاشر بقى بالمعروف، مش هنقول إن إحنا على طول أول حاجة بنقول الطلاق، إحنا بنقول الإسلام تكلم حتى عند الاختيار في البداية، ده النبي عليه الصلاة والسلام تكلم حتى عن مسألة إنه الجينات نفسها بتؤثر، فلما تكلم في حديث إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة عاد شبه الولد إليه أو إلى أحد من أقاربه، إلى نهاية الحديث وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل عاد الشبه إليها أو إلى أحد من أقاربها، يعني هذا الحديث لما نظر إليه من يعني أهل الحديث وأهل العلم وأهل فقه الحديث فهم منه إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إنه تخير، أنت في النهاية لابد أن تتخير. ليه؟ لأنه في نهاية الأمر أنت هتاخد يا إما صفاتها وأخلاقها حتى وأشكالها شكل الخلقة أو حد من أقاربها أو حد، وأنت كذلك لما تختاريه لا إما هيكون الشبه في الخلقة وفي الجينات وفي الأخلاق تجاه أي من الطرفين، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيدي مؤشر بضرورة حسن الاختيار، لأنك في النهاية هتاخد من هذه العائلة وهيكون لهذه العائلة ظلال على أولادك، أو أنت هتاخدي من هذه العائلة واللي في النهاية هيكون فيها ظلال على أولادك أنت كمان أيتها المرأة. فده شيء يعني هل إحنا بنراعي الأمور دي وإلى أي مدى؟ إحنا الشكليات طغت علينا إلى درجة تضيع كثيرا من الأصول المهمة ومن الشروط اللي التي لابد أن تكون يعني ممنهجة كده قدامي عند الاختيار حتى لا أضيع بيت الزوجية. هو لما النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن هذا الأمر الدقيق واللي البعض قد ينظر إلى ظاهر الحديث ولا يتعمق في يعني ما وراء السطور وما وراء الألفاظ من عميق المعاني، لا ده هناك معاني عظيمة جدا من هذا الحديث النبوي الشريف والذي يلقي بظلاله إلى ضرورة الانتقاء، ضرورة الانتقاء، واللي دايما كنا بنبسطه لحضراتكم عند الخطبة، ادي نفسك فرصة تشوف أهلها وتشوف طريقة الأب مع الأم والأم مع الأب، وانت كمان تدي نفسك فرصة، وكل ده في الأطر الشرعية وفي رعاية الضوابط الشرعية عشان ما ينتهيش الأمر بانفتاح زائد عن اللازم يؤدي إلى كوارث حقيقية، وانت كمان تدي نفسك فرصة تشوفيه ازاي بيعامل أهله هو شخصيا وازاي بيعاملك وازاي بيعامل أهلك وازاي هم كأسرة فيما بينهم، ده تحقيق لهذا الكلام النبوي الكريم والجليل. طيب بعد الاختيار أنا تسرعت واخترت اختيار سيء، إيه التصرف؟ يبقى يتعاشر الناس بالإسلام بالمبادئ السامية اللي حتى لو لم يكن أو فتر الحب أو لم يكن هناك حب فهناك العشرة الطيبة، أصول هذه العشرة الطيبة ألا أرضى للطرف الثاني ما لا أرضاه لنفسي، يعني إحنا لابد نعرف إن ده يعني جوهر من جواهر الإيمان. هنكمل